لو رجع بيك الزمان تاني قبل انتقالك للأهلي، كان قدامك الأهلي والزمالك، كنت هتختار نفس الاختيار ولا هتغير؟ بصراحة لا والله، انت تقريبا كان في كلام ان انت في الزمالك خلاص. بص، هو في الوقت ده هو طبعا الأهلي أهل والزمالك، انت لما بيجي قدامك دي مش بتاعتي انا بقى، دي بتاعت النادي. انت كان اختيارك ايه؟ انا مش انا اللي اختياري، انا كنت اختياري سموحة. انا رجعت من القارة جيت هنا، جيت على سموحة تاني، رئيس النادي الباش مهندس كلمني في التليفون قال لي كابتن محمود الخطيب قعد معايا وخلص كل حاجة. فدي انا مرتبط بعد مع النادي. بس هي الرغبة بقى، انا خلاص رغبتي من رغبة رئيس النادي. وخاصة دلوقت لو جالك الاهلي والزمالك دلوقتي، اللي انا هشارك فيه، لا ما هو اللي هتشارك فيه من وجهه نظرك، يقول لي الاهلي خلاص. هو بص، هو النادي الاهلي خلاص انا جربت تجربه، جربت. فطبعا لو انا نادي الزمالك خلاص اروح نادي الزمالك. يعني حسام مرحب باللعب في الزمالك لو جاله عرض رسمي؟ طبعا ده شرف كبير برضه. نادي اي حد يلعب في نادي الزمالك حتى لو جمهور الاهلي لا يزعل منك؟ على فكره ما فيهاش زعل خالص، هو ايا كانوا. اصل انت دلوقتي الميديا هي اللي بتبقى بصوره قويه، هي العامل القوي في دلوقتي المؤثر على الساحه الرياضيه. فانا مش ههتم ان انا حد يجي يقول لي هو حسام مين هتزعل مني ليه، خاصه ان انا ما عملتش حاجه تضر اي حد.